أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية يجمعنا اللقاء مع هذه الانطلاقات المتتالية وشوطنا الخامس الذي خصص لفئة الأبكار الإذاع بشعارات أصحاب السمو والشيوخ وشعارات أبناء القبائل. شكرا لزميلي نايف الزرعي من تواصل في الأشواط الرئيسية. نرحل مع هذا الشوط ونتابع مقدمة الشوط، نرى بالمقدمة العنود سيف بن مطر بن محمد بالطبيعة من يدفع بالعنود بأول المراكز، لتليها الشاهينية بالمركز الثاني لهجن ند الشبا بقيادة سالم ابن سعيد، أما المركز الثالث احتلال لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة المضمر محمد بن يابر بن سعيد بن شطيط الجنيبي، أما المتابعة من المركز الخامس، خامس المراكز نواية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان محمد بن شطيط الجنيبي أيضا مع التضمير، والمركز السادس في سادس المراكز أرى اللي هي فتوى مطر بن محمد بالطبيعة، والمركز السابع جمره عبيد بن مصبح بن عبيد بن يولك الاجتبي، أما المتابعة من المركز الثامن سمحة كايد بن سلطان بن سالم بن عجيل الاجتبي، وأرى أيضا شعار أصفر مع أزرق، أصفر مع أخضر مع أزرق، الله بالطبيعة بالطبيعة، نعم قادم مع حشمة سلطان بن سيف بالطبيعة الاجتبي، والمركز العاشر هذا شعار بن غدير، شعار راعي الهدة علي بن محمد بن مطر بن غدير الاجتبي. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. ما شاء الله ما زالت السيطرة الميدانية لشعار بالطبيعة على المقدمة العنود سيف بن مطر بن محمد بالطبيعة، من يقدم العنود بالمركز الأول، والمركز الثاني العزوم سالم بن محمد بالطبيعة، النقلة التالية أيضا الثاني والثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة محمد الجنيبي، والمتابع أيضا من المركز الخامس هذا شعار 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 بالطبيعة، شعار بالطبيعة على ظهر فتوى مطر بن محمد بالطبيعة، والمركز السادس أيضا بالطبيعة، أيضا عندنا حشمة سلطان بن سيف بالطبيعة، سلطان بن سيف بالطبيعة، والمركز هناك المركز اللي هجن ند الشبا، اللي هجن ند الشبا السابع، السابع درونا من الضباب أوقات يعني شوية ما نشوف الأرقام لأن النظارات عندنا شوية تضبب، النظارات اللي لابسينها تسوي ضباب، فما نشوف الأرقام. روح يا نايف خلنا ويا الأول، خلنا ويا الأول ولا ساعدني، أنت ما بلابس نظارة، عطني الأرقام، عطني الأرقام، نشوف المقدمة، نشوف مقدمة الشوط، الله بالطبيعة مسيطر، بالطبيعة مسيطر، وعنده أيضاً ويأجنك بن عمك، بن عمك يأجنك بن عمك، لا أنا أقول أم الشعار الأصفر، أم الشعار الأصفر اللي جاية تسبح، 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 نعم اللي هي نعم حشمة سلطان بن سيف بالطبيعة، ولكن هني أيضاً المجادلة والامتحان، الامتحان بين هذه الشعارات، بين هذه الشعارات اللي بدأت أيضاً تنطلق إلى المقدمة نوايا، وعندها نوايا، والجنيبي عنده نوايا، عنده نوايا، مضمر نوايا، عنده نوايا على الشوط، يلا نتابع الحين نوايا في الوسط، على يسارها بالطبيعة، على يمينها بالطبيعة، ووراها بالطبيعة، الله الله يا بالطبيعة فاميلي، الله يا بالطبيعة فاميلي، كيف مشكلين خطورة 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 على الضيف، على الضيف مشكلين خطورة، بدأوا أيضا بدأوا بالهجوم.
الهجوم، بدوا بالهجوم، انطاف عني عنك ما طاف، انطاف عني عنك ما طاف. شعارهم عائلة بضبيعة يتناوبون على المركز الأول، ولكن نوايا أيضا تتقدم الآن إلى المركز الثاني بشعار الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة محمد بن يابر بن شطيط الجنيبي. المركز الرابع عندنا أقول حشمة سلطان بن سيف بالضبيعة، والمركز المهندس يا يشوف الطريق، يشوف الأمور، يشوف الأمور. يا عنده بندليوي أيضا، بندليوي وصلوا الجماعة، وصلوا والمشاهير، وصلوا أيضا المشاهير يبون المقدمة، ولكن المقدمة محجوزة بالشعارات الملكية، بالشعارات السود اللي تتقدم الآن. بندليوي يهاجم من الخلف مع مياس بو راشد حاضر، وراعي الهدة حاضر، إن كان بناته عندك من بنات الهدة. نعم هذا هو، أطول وركض القرب ما بيسده بن غدير. أيبين في الأول وتالي عده، راعي الهدة أيبين، نعم بان في الأول وتالي عده. وصل الآن، وصل، ولكن عندك بندليوي، عندك بندليوي. الله 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 يا أبو راشد، يا أبو راشد عودتنا على الأول، عودتنا على الأول. وبضبيعة أيضا حاضر مع فتوى مطر بن محمد بضبيعة، وعندنا بن غدير حاضر مع الهدة. اشتعلت المعركة، اشتعلت المعركة. ولا المركز الرابع أقول نوايا للشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، يا هي معركة. والمركز الخامس انتباه 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 من شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بضبيعة. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة تحكم. وين الناموس؟ وين؟ هل هو في الهباب؟ هل يذهب إلى نزوة؟ هل يذهب إلى زعبيل؟ الأمور غير واضحة من شدة الضباب، من شدة المعركة. ولكن يوه 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 فرح 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 فرح. سالم بن سعيد بن غدير، سالم بن سعيد بن غدير يهاجم بو سهيل، يهاجم بو سهيل، يهاجم بو سهيل. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. روح يا بو سهيل، ولكن بندريوي مسيطر مع المهندس علي بن محمد بن مطر بن غدير. بندريوي بن غدير بضبيعه، بندريوي بن غدير بضبيعه، سالم بن غدير. الحق 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 الحق. روح روح بندريوي، يا بندريوي بن غدير، يا بن غدير. وصاحت الخيزران، وصاحت الآليات، وبندليوي مسيطر، بندليوي مسيطر. يوه 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 يوه. راعي مياسة، راعي الهدة، راعي مياسة، راعي الهدة، راعي فرح، راعي فرح. الناموس، الناموس، الناموس مع الهباب، الناموس لهالهباب، الناموس مع بندليوي، الناموس مع بندليوي. بو راشد سلام، بو راشد سلام، يا سعيد سلام، عبد القادر سلام، الجماهير سلام، سلام يا بندليوي سلام. الثانية العلي بن محمد بن مطر بن غدي المركز الثالث، سالم بن سعيد بن غدي المركز الرابع. فهناك أيضا مطر بن محمد بضبيعة، والمركز الخامس نوايا الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. التوقيت كم؟ 7:57 ثانية. يا هي معركة صارت، 7:57 ثانية.